السيد مهندس سعيد نيت عبد العزيز، شكرا جزيلا. لقاؤنا اليوم يأتي تتويجا لقرار الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل سي ام بي ا بانضمام إلى الكريا، وهو قرار تم اتخاذه بالإجماع خلال الجمعية العامة للكونفدرالية بالتأييد من الرئيس وأعضاء الكونفدرالية، لنكون أكثر فعالية وتأثير في مرافقة تنمية اقتصادية للبلاد. التقاء جهود منظمتنا المتحدين في إرادتها لتعزيز الحوار الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الجزائري والمساهمة وتوفير فرص العمل للشباب والعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن.